كاين ديال الالات الموسيقيه يقدر يعرف. سلام، كتعرف مشعل البيضاوي للدار ديالو؟ وعليكم السلام. الله يا ودي، مرحوم بشعب البيضاوي. شكون ما يعرفوش؟ كبرنا معاه، سمعنا ليه. الله يرحم روحه. تحية سيد، أنا بخير، ولكن عندي ذاكرة لا تكف بتفاصيل الماضي. فكري يسرح ليصل إلى أبعد مما عشته، إلى زمن أجداد أجدادي، ولكن سرعان ما يعود إلى مكانه وإلى زمانه. هل هو حسن أم سوء حظي؟ أراه حسن لأنني أعيش زمني وزمن أجدادي. هل هو حنين أم حنان مفرط؟ فالعودة إلى الماضي شيء متلازم معي، لا يفارقني معه إلا الموت. ميناء قديما ديال كازا وما زال يلقب بالمرسى، والمرساوي المنطق أو مهد ديالو هو عبد التي عرف بما يصطلح عليه بالعيطة الحصباوية نسبة إلى منطقة الحصبة. أما المرساوي فيقال له المرساوي البيضاوي نسبة إلى بوشعيب البيضاوي ونسبة إلى المرسى، اللي غيطرأ عليها تغيير كبير والفضل يعود إلى العملاق بوشعيب البيضاوي. ولكن اليوم كنتكلموا على المرساوي ديال مدينة كازا. المرساوي كان عنده رواد كتار ما نقدرش نحصيهم، منهم رونو الشيخارونو والحاج رويضة والحاج المزابية إلى آخره. كل كتسمعوا كيغني العيطة بما فيهم خديجة البيضاوية، عبد الله ومصطفى البيضاوي الله يرحمهم، وكذلك أحمد البيضاوي، ووالي السميري الفنان الرائع الجميل، كلهم يسبحون في فلك ابن هاد الزنقة وابن هاد المنطقة، ألا وهو الزبير بن شعيب، إنه بوشعيب البيضاوي. ولد بوشعيب البيضاوي في سنة 1928 في الأزقة. لم يكن مغنيا شعبيا عاديا، أو لم يكن فقط عياط بدك مفهوم، لا، كان إنسان أولا مثقف لأنه درس وكمل الدراسة دياله في فرنسا، وفي فرنسا حاول أنه يتقرب من المسرح الفرنسي، ومن بعد الإنهاء دياله للدراسة رجع وبدأ يجمع معه شهادة في الأدب الفرنسي وشهادة في الحسابات. بالإضافة إلى العمل دياله غيأسس واحد الفرقة ديال الغناء ديال المرساوي، خدا هذاك المرساوي ولكن رفض أنه يحطه يبقى في هذاك الشكل اللي كان فيه، دخل عليه طريقة الغناء فريدة من نوعها في هذاك الوقت، بالإضافة أنه غيضيف آلات مهمة، وكان محمد الحريزي الملقب بالماريشال قيبو على رأس التغيير، أو كان تغيير جذري في الفرقة. لقب بالماريشال قيبو، قيل أنه كان يخفي وجهه في قبهم اللي كانوا كيخدموا عند النساء باش ما يشوفهمش، وبعض بعض الروايات كتقول قضية الماريشال بأن لأن هذه الفترة اللي كنحكي عليها كان الاستعمار أو الحماية، نكاية في ذلك المستعمر كيقولوا لي الماريشال يعني كيعطيو واحد الكراد. قد يقول بأنه دعاه محمد الخامس لأن ديك الفترة كانت فترة الحماية، فترة الاستعمار، وأنصت إليه في القصر جيدا وأطلق عليه هذا الاسم ديال الماريشال. والبعض يقول بأن بالعكس الجمهور كان يحب، الشعب يحب الماريشال قيبو قبل، لأنه كان سميته محمد الحريزي وهو من أطلق عليه كلمة الماريشال. كذلك بوشعيب البيضاوي أضاف بوشعيب ولد زليقة،
شكون هو هذا بوشعيب؟ هو عازف العود، يعني في هذيك الفرق احنا راه كنهضروا في 1930، كيضاف من ابرع العازفين، هو الماريشال قيبو، كتزاد عليه محمد ولد زليكو، كتزاد عليه الدربوكه. عاد باش الطريجه كان كيشد بوشعيب البيضاوي. كاينه نقطه اخرى مهمه، بوشعيب البيضاوي ماشي كان كان ملي كيبغي يغني العريضه، ماشي كان كيغنيها بالكوستيم هذيك لافيست والسروال العادي اللي كانوا كيلبسوا الرجال، مع انه كان كيلبسوا دائما، وهناك صور ممكن ترجعوا لهم وتشوفوهم. لا، كان كيبغي يعيش الحاله ديال انه شيخه ومراه وكيغني الشعبي، كيلبس القفطان، كيدير المضمه، كيدير المكياج، كيدير لي زاكسسوار، وكيدير البيريك، وكيبدا يغني في الشعبي، يعني يعيش الحالة، لأنه راجل في الأول وفي الآخر هو مسرحي. ما كانش غناء فقط فداك الوقت ديال الحماية، كانت كدوز في الإذاعة على أمواج الإذاعة، وكانت هناك سهرات عمومية كتقام في السينما الكواكب، في شارع الفيدا، في درب السلطان، كذلك في فيردا في المدينة، كذلك كان هناك استوديو كان قدام البلدية اللي في المدينة، وخاصة في الأعياد الوطنية كانت كدوز هناك سهرات، وما كانش المواطنين والشعب ما كانش عنده متنفس بحال دابا الانترنت أو أشياء كثيرة، اللي كانت أغلبها الناس يعني اللي ما خلاش عنده راديو، حيث أن كانت للعيطة دور كبير في إذكاء روح الحماسة في صفوف الحركة الوطنية التواقة آنذاك للتحرر والانعتاق من قبضة المستعمر. ولهذا كان بوشعيب البيضاوي نسمع منه هذا الكلام: هزوا بينا الإعلام، زيدوا بينا القدام، يحيى الملك، محمد الخامس، إلى آخره. ومع ذلك خلى لينا العيوط، مشتو الغزار، ركوب الخيل، كافر غدرتيني، دامي، شعبانة، يعني عيوط كتار. وخلدنا بهذوك المسرحيات الجميلة اللي كانت هي المتنفس ديال الشعب المغربي، ماشي متنفس إلا التورنو ديسك وهاد الوريقة عند البعض، دو الراديو كاين اللي ما عندوش، كانت الناس كتمشي كتفرج في هذوك المسرحيات اللي كانت كتمر في الكواكب والسينما فيردا في المدينة. بوشعيب البيضاوي دور ديال المرأة العصرية، ماشي هي عصرية بداك المفهوم ديال اللباس عصري، لا، ماشي مرأة بدوية، كانت مرأة كزاوية بيغ، هذيك الأمهات التقليديات اللي كان دائما دور الرجل كان يؤديه القضميري، وكانت مير هرنونية هي المفضل الحريزي اللي ما زالت مرتبطة به إلى الآن، ديال المرأة العجوز اللي كدير الخبر وكتجيب الخبر. عاش البيضاوي في آخر أيامه حياة البذخ والشهرة، لا أحد ينكرها، وكان معطى لا يتردد في مساعدة الناس دائما، وكذلك الناس اللي كانوا ضيرين به بما فيهم الشيخات أو بحال هذا القبيل. في العيطة عطاه لينا بحلة، وكل بقى كيحاول انه يقلد بوشعيب البيضاوي، كما قلت لكم ولاد البوعزاوي، خديجه البيضاويه، وكل حتى اللي ماتوا من بعد بوشعيب البيضاوي. هذه الحياه اللي عاشها ماشي طويله بزاف، ما كتعدى 36 الى 37 سنه، بدا يحس بواحد الالم بسيط على مستوى الظهر، وهو كان كيسحب غير نزله برد، وكيقول راه ضربني البرد في ظهري، ولكن للاسف هو ورم خبيث، وحاول انه يعالجه، ومثل واحد دور ديال انه مريض في ظهره في واحد المسرحيه فعلا هو جسدها حقيقه، ولكن للاسف تطور الامر وانتهى به المطاف في مستشفى ابن رشد جثة هامدة يوم الاربعاء 25 ماي 1965. وفاة بوشعيب البيضاوي كان خبر صاعق على الشعب المغربي، وخاصة الشعب البيضاوي، يعني شخصية ديال بوشعيب البيضاوي نقدر نقوله بأنها فلتة من فلتات الزمن، نادرا ما
ما يجود بها هذا الزمن من هذا العطاء. للأسف جا في واحد الوقت اللي ما كاينش التوثيق بالصورة بزاف، ما كاينش التوثيق يعني بالصوت بزاف، ما كاينش الإعلام بحال دابا اللي قدر تعرف اش عنده. حتى الإمكانيات كانت بسيطة، ولكن كان رجل فنان بكل ما كتحمله الكلمة من معنى. وكانت واحد القضية كنحيي بها الفنانة ديال ذاك الوقت وحتى الفنانة ديال دابا، ولكن البعض فيهم أنهم كانوا كيشتغلوا. هو كان كيشتغل كمحاسب وكانت عندهم صبا أنا، وكان القدميري كيشتغل شيفور الطاكسي، وكانوا يمارسون الفن. الفن هو شي حاجة، واحد الموهبة خصك تعطي فيها، يعني كان مقابل ولا ما كانش مقابل، فن يعني. انت مغامر دخلتي لهذاك. نتمنى ان البيت ديالو في المدينة القديمة يكون متحف لبوشعيب البيضاوي، تبقى فيه هذيك اللمسة ديالو اللي كان كيلبس، ويكونوا فيه دوك الديسك ديالو، ويكون فيه دوك المسرحيات ديالو، وكل شيء يتعلق ببوشعيب البيضاوي والفرقة ديالو هي مجموعة الكواكب والمري الشرقي بطبيعة الحال، كل من شارك وساهم في هذاك الفن اللي كان في هذاك الوقت. وللأسف كيقولوا بأن الطريشة ديالو بقات عند عبد العظيم الشناوي. هذه التفاتة بسيطة لهذا العملاق وهذا الفنان. كنتمنى ما تبخلوش علينا من التعليقات ديالكم، وإذا عجبتكم القناة تشتركوا فيها. وهين تحييكم.